هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello. How are you today? هل تعلمون أن هناك أشياء كثيرة يمكن شراؤها من الآلات في الولايات المتحدة؟ فهناك آلات تبيع الطوابع أو القهوة أو المرطبات أو الحلوى أو السجائر أو الشطائر أو غير ذلك من العديد من السلع، وتوضع هذه الآلات عادة في المدارس والمكاتب والمستشفيات ومحطات الأتوبيس والسكك الحديدية والأماكن العامة الأخرى، تسهيلا لحصول العاملين أو الجمهور في تلك الأماكن على لوازمهم العابرة بدون إضاعة وقت. ولكي تشتري شيئا من أحد الآلات، ما عليك إلا أن تضع قدرا معينا من قطع النقود في ثقب مخصص لذلك، وتضغط الزر الذي أمام اسم السلعة التي تريدها، فتخرج لك سلعة من فتحة بالآلة مخصصة لذلك. وفي المحادثة التي ستستمعون إليها الآن، يريد أحمد أن يشتري بعض الطوابع من إحدى الآلات الموضوعة لخدمة الطلاب بالجامعة، ولكنه يكتشف أنه ليس معه الفكة أو الفراطة اللازمة لوضعها في الآلة، وعندئذ يطلب من فرانك أن يفك له دولاراً. تعالوا نستمع الآن إلى محادثتهما. Does the stamp machine take nickels? No, it doesn't. It only takes dimes and quarters. Can you change a dollar for me? I think so. What kind of change do you want? I'd like 2 quarters and 5 dimes. Okay, here you are. Thanks a lot, Frank. الآن استمعوا إلى المحادثة باللغة العربية حتى تتفهموا معناها. سأل أحمد: هل تأخذ آلة الطوابع قطعا من فئة النيكل؟ فأجابه فرانك: كلا، إنها تأخذ فقط قطعا من الدايم وربع الدولار. فسأله أحمد: هل تستطيع أن تفك لي دولارا؟ فقال فرانك: أعتقد ذلك. ما فئة القطع التي تريدها؟ فقال أحمد: أريد 2 وخمسة دايمات. فقال فرانك: وهو كذلك، إليك. فشكره أحمد قائلا: شكرا جزيلا يا فرانك. الآن استمعوا مرة أخرى إلى المحادثة بالإنجليزية ورددوا كل جملة وراء فرانك وأحمد. استمعوا الآن ورددوا. Does the stamp machine take nickels? No, it doesn't. It only takes dimes and quarters. Can you change a dollar for me? I think so. What kind of change do you want? I'd like 2 quarters and 5 dimes. Okay, here you are. Thanks a lot, Frank. حسن جدا. والآن سنستمع إلى المحادثة بالإنجليزية مرة أخرى بالسرعة العادية للمحادثة. Does the stamp machine take nickels? No, it doesn't. It only takes dimes and quarters. Can you change a dollar for me? I think so. What kind of change do you want? I'd like 2 quarters and 5 dimes. Okay, here you are. Thanks a lot, Frank. لقد سبق أن عرفتم أن الدولار الواحد يساوي 100 سنت، وهناك 5 قطع مألوفة أخرى من النقود تستخدم في الحياة اليومية الأمريكية، وهي السنت، وعادة يشير إليه الأمريكيون بكلمة penny و nickel وتساوي 5 سنتات و dime وتساوي 10 سنتات و quarter
وتساوي ربع دولار أي 25 سنتا و half dollar وتساوي نصف دولار أي 50 سنتا. هيا رددوا الآن هذه الكلمات وراء فرانك. penny pennies nickel nickels dime dimes quarter quarters half dollar half dollars. وعندما نتحدث عن العملة الورقية فإننا نقول a one dollar bill أو a five dollar bill أو a ten dollar bill. ولاحظوا أن كلمة dollar لا تتغير أي أنها لا تجمع في هذه الحالة. الآن استمعوا إلى هذه الجمل القصيرة ورددوها. I have a one dollar bill. He has a five dollar bill. Ruth wants a ten dollar bill. Please give me a twenty dollar bill. أما كلمة money ومعناها كما تعرفون هو نقود فإنها تتخذ شكلا واحدا فقط في المحادثة. استمعوا إلى هذه الجملة. He has a lot of money. والآن استمعوا إلى هذه الجمل القصيرة ورددوها. I have a lot of money. We don't have much money. Ruth needs some money. They want some more money. وكلمة change يمكن أن تستخدم كاسم أو كفعل. فعندما تستخدم change كاسم يكون معناها فكة، وعندما تستخدم change كفعل يكون معناها يفك. فتعالوا نستخدم change كاسم في التدريب التالي. استمعوا ورددوا. Do you have any change? Yes, I have some change. I have a quarter. I have some pennies, too. Does Charles have any change? No, he doesn't have any change. He gave me all of his change. والآن نستخدم change كفعل. استمعوا ورددوا. Did he change the dollar for you? Yes, he changed it for me. Can you change a $5 bill? No, I can't change a $5 bill. هذا حسن جدا. تعالوا الآن نتدرب على استخدام الكلمات التي تعلمناها حتى الآن. هيا استمعوا ورددوا. Do you have much money? No, I don't have much money. How much money do you have? I have about $5. Do you have any change? Yes, I have some change. I have two quarters. Do you have any nickels? No, I don't have any nickels. Do you have any dimes? Yes, I have several dimes. Do you have a half dollar?
No, I don't have a half dollar. Do you have a $1 bill? Yes, I have a $1 bill. Do you have a $10 bill? No, I don't have a $10 bill. I only have a $5 bill. Can you change a dime for me? Yes, I can change a dime. Do you want 2 nickels? No, I'd like 10 pennies. I have only 1 penny. حسن جدا. في درسنا القادم سنتحدث عن وحدات قياس الطول والارتفاع والمساحة، وسيحدث فرانك زميله أحمد عن شقيقه المزارع. فحتى درسنا القادم نستودعكم الله. Goodbye. Goodbye.